اهلا وسهلا مشبيعي ومشاهدي جريدة عبد المباشر من الدار البيضاء، ومنتقل امام محكمة سيناء في الدار البيضاء. معنا السيدة هذه من الجالية المغربية من مغاربة العالم، جات من فرنسا اللي صب عليها واحد الطريقة يعني طريقة غريبة قدروا او طريقة اللي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشات لها شي 255 مليون وما يزيد. خالشي مرحبا بك معنا. شكرا. السلام، انا مهاجره فرنسا، تنطلب من الله ومن المحكمه ديال استئناف والمحكمه ديال بن سليمان والمحكمه الرباط هما يوقفوا معايا، حيت على شدر الظلم هذا الشيء راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. محامي نصب عليا 120 مليون، هذاك كنت عطيته درت ينوب عليا باش يحوز لي واحد الدار ديالي. و 120 مليون باش ينوب عليك في دار؟ عطيته باش يحوز لي هذيك الدار باش يديرها على سميتي، فهمتي؟ ما كنتيش نتيا صيفطتي. انا كنت جيت ومشيت بحالي، كانت عندي واحد الدريه مريضه ومشيت بحالي. وعطيت دوزت له 80 في الكونت. كاين واحد لا كاين كلشي الوراق هنا، كاين كلشي لي بروف الادله، كلشي بلي سميتو بكلشي، كاين الطريق. دوزت له 80 مليون في الكونت ديالو، كاين الاطراس، ومشى لعند النطيخ د 40 هي 120 مليون. صدقت ما ديت لا داري لا 120، دار ل 120. درت محاميه تتنوب عليا في هذا الملف وفي الملف ديال واحد اخر، دات لي ام شحال؟ دات 15 مليون وعمرها ما جات للمحكمه. من تنعيط لها من برا تنقول لها استاذه اش درتي، تتقول لي صافي الامور غدا مزيانه، رانا درت لهم الحجر، رانا درت هذه، رانا درت هذه. الاخر نصب عليا في 120 مليون. كنت غادا جيت من فرنسا، كنت غادا لفاس عند فاميلتي، تلاقينا في التران راكبين في الطران تنهضروا نهضروا، قال لي انت ماشي من هنا. قلت له وي انا ماشي من هنا، انا من فرنسا، عايشه في فرنسا، كابره في فرنسا، ظرفيه. قال لي في غدا، قلت له غدا الفاس، قال لي انا غادي مكناس. بقينا نهضروا، قلت له انا جيت باش ندير مشروع، باش نشري شي مشروع هنا في بلادي ونجيب ولادي. عندي واحد الولد معوق، خرجت له واحد خرجوا واحد الديه ديالو، وكنت انا جمع شويه ديال الفلوس. قلت اش غندير، غنجي نشري هنايا مشروع فين ولادي بقاو يدخلوا. دار فيا هو قال لي راه عندي في التماع في البيع، رانا دايره في البيع. قلت له نشوفها، عطاني النمره ديالو، عطيته النيميرو ديالي، مشيت لفاس هضرت مع فاميلتي، قال لي شوفي انت شنو بغيتي. عيطنا له، درنا معاه رانديفو، مشينا شنا الريستورا. دار فيا قال لي غتعطيني 62 ليكيد. قلت له شحال طاب فيها؟ قال لي 120. قال لي غتعطيني النص ليكيد. مشيت خرجت الفلوس من البنك، عطيته الفلوس ليكيد، ما عطاني لا ورقه لا حتى حاجه. دوزنا شي 4 ايام دايره معاه باش غنهودو ونتكاتبو. منين جينا عاوتاني عرض علينا، مشينا عنده كلشي باش غنتكاتبو، قال لي حقا الريستورا راها في السيزي، راها في المزاد. درت قلت له علاش تكذب عليا في الاول؟ قال لي لا حقا انا ما كنتش عارف وهادي. قلت له طرد لي فلوسي. ناض عطاني شاك، دار لي فيه 62 مليون. عطاني شحال غتبقى يتسالي اذا عطاك 62 مثلا؟ لا غادي يزيد يديري، غادي يزيد يديري، ماشي غادي غادي يزيد يديري. عطاني هذاك الشاك ديال 62، مشيت دانا للمزاد، مشيت شت في المزاد، تزايدت منو بالولا، تزايدت منو بالولا. خديت انا هذيك الريستورا، عطاوني الاجل باش نحط واحد الشاك باش الريستورا ناخذها عليا انا، حيت كنت تزايد. هذاك الشاك شحال فيه؟ الريستورا دارت ب 120. علموني باش نمشي نجيب شاك من البنك. وعطاوني 15 يوم، قلت انا هذيك ال 15 يوم غنمشي بحالي لفرنسا ونولي نجي. بتنا هذيك الليله عندو انا وبنات عمتي ورجالاتهم وولدي وكل شيء. هذيك الليله اللي بتنا عندو، هذيك الليله اللي سرق لي الشيكان دياولي، خلاني النهار اللي ركبت في الطياره مشى خرج الشك الاول ديال واحد دا مول الساك
زمل الساك. الساك ديالك؟ الساك ديالي. راكب مشى معاك في السيارة ولا؟ لا في الدار ديالو، فاش عرض علينا الرضاعة في الدار. فاش عرض علينا في الدار. انا كنت هز الشيكات دائما عندي الشيكات في الساك ديالي دائما. وهذاك الشكل اللي عطاني هو حيت انا دفعته للبنك وخرج بلا ما عندوش الفلوس ووليت عنده وقلت له راه ما عندكش الفلوس خصك ترد لي فلوسي. قال لي صافي، قال لي عطيني واحد اليوم ثلاث ايام نجي نوجد لك الفلوس. هذاك النهار سرق الشيكات ديالي وسرق هذاك الشيك اللي كان عطاني هو بالدوبل ديالو بكل شيء. منين ركبت النهار اللي ركبت انا في الطياره مشى خرج 41 دوز مع شي ثلاث ايام ولا اربع ايام مشى خرج 17 مليون. دوز عاوتاني مع شحال مشى خرج 6 بغى يخرج 6 المليون غادي يحلف هذيك ديال 6 المليون ديال 6 المليون كانت ناقصه 40000 ريال ما بغاوش يعطيوها. 5 مليون و160 كانت 5 مليون و160 مانكا 40000 ريال. قالوا له ديما عندها 6 المليون اش دار؟ مشى رفع بليا دعوه. منين جيت طلعت عند الوكيل قال لي ثانية عطيها الشاك الناس تيسالوك وما عندكش الفلوس في الكونت. وانا ندور فيه قلت له لا انا ما تيسالني حتى شي حد وانا جيت على هذا الشيء. قال لي كيفاش؟ قلت له سنيات ماشي ديالي. قلت له راه كاين شيكات اللي تسرقوا لي خصني نعرف شكون اللي سرق لي شيكات وشكون اللي ساني هاد الشيكات. منين الخبير داز على شاك واحد ديال 6 المليون لقاه سنيات ماشي ديالي سنيات ديال هذا حادوش 10 اللي سرق لي الشيكات. وتطلب من المحكمه هذوك الشيكات ديال 41 وديال 17 يدوزوهم عند الخبير. دوزوهم عند الخبير راهم هذوك الشيكات راهم مسروقين راهم مسروقين. اللهم منكر هذا رانا عييت وتطلب الله وتطلب سيدنا. الواصله جابت في الواصله حكموا عليه بعام ديال الحبس. واش عام ديال الحبس غادي يطرد لي انا مليون و20 120 120 مليون سالف شي عاد شي لا باقا عاد تنجري ما عرفت فين نعطي الراس وما بقاو عندي لا فلوس لا والو. وليت تندوماندي الناس والله وليت تندوماندي الناس وليت تنبيع حوايجي اقسم بالله وليت تنبيع حوايجي هادي وليت تنبيع حوايجي باش نقضي وباش نمشي وباش ندير. وتا واحد ما رحمني وتا واحد ما لقيت لي وقف معايا. وتنطلب دابا من سيدنا انا ما بقى لي سيدنا الله يعمر نترجاه ونطلب ربي يعطي صحيحته ونطلب ربي يخلي له وليداته ويخلي له الاسره الملكيه خوته سيدنا مولاي رشيد وخواته يوقفوا معايا. تنطلب الله تنطلب الله وتنترجى الله وتنترجى مالكنا ونترجى سيدي ربي وتنترجى المحكمه ديال استئناف ديال كازا يجبدوا هذاك الدوسي ويدوزوا هذوك الشيكات عند خبير عند خبير. هادشي اللي تنطلب. انا عييت وتنطلب من هو وزير ومن هو رئيس ومن هو يوقف معايا ويشوف هذاك الدوسي مزيان ويدوز على الشيكات. خبير بغيت خبير. هذيك الاستاذه ديال الرباط دات الفلوس وما تجيش ما تتحضرش. مشيت الفلوس ضربت عليهم تماره في اوروبا ضربت عليهم تماره عندي لي فيش دو باي عندي الكونترات ديال الخدمه. تنبدا تنخرج من داري مع الخمسه الصباح وتنولي حتى لسته العشيه وانا تنحرت وباغيه تنجاهد باش نجي ندير في بلادي حيت انا تنموت على بلادي تنموت على الارض ديال بلادي تنموت على التراب ديال بلادي. ولاني ديال هنا ما رحموش. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.